يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أيها المثنى إروحنا في محمد صلى الله عليه وسلم أنا دي زور يونو مضينا الجنسيما إما يقود غرورس يفث ينضر دي لهذا النينس. الرسول صلى الله عليه وسلم يجهاز سقسيما ومضينا جيم إنيس دشو يسد عوض غير سيدة ربيهم زر كم يتمثل ده شو الدعاء شو الجهد وخلاق سبحانه وتعالى يند إيناس والكزنيا إيناس يا رسول الله إيناس الذي دعوه غير سيدة ربيهم ملك الأثاب يسار جندي يخرف أي في دي فكلي الدوني تتساعدير كنا التهنية دي يخرف الأثاب يتساعدير كان دي الدوني وش في حمل فين صلى الله عليه وسلم إيناس سبحان الله وش زمي الضراء إني سصديفت سيدي ربي نستنر اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما كنا قد قرد القرآن الكريم سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى أغدي سفان وأغدي قرأ أمكرني أنظي فخلاق أغدي خلق سبحانه وتعالى أسن قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما كنا مش بيحل نفين صلى الله عليه وسلم إني سجمي ذرنا ويقض ضيف ذكام إن السيد ربي ما كيكسي عذاب الدنيا ما كيكسي عذاب الآخرة أكثر ثلاث ملاني وأيام كم السيد ربي الخالق سبحانه وتعالى الرحمن استوسع أيني فوخ مثل عبد الدنوف ذي دنيف وإني لغفار لمن تاب وأمن وعمل صالحا ثم اهتدى. إنك لو كان سبحان الله إنك لو كان إذا تشرطك الدنيا ذاك مرة والدنوب إيش إذا تشرطك الدنوف كامل ويدخل ينظر أنا شريك إن كيف تشد تشرط أكشد شر المرة المغفرة الرحمة استوسع يقضوا رحمتي وسعت كل شيء ينضى الرحمينو ثوسع ينضى الرحمينو في الزوال المغاضبينو. إذن أكثر ثمانة سعود أكنت صعبين العقاب اللخف أكنت صعبين الدنيا لا يسمر سيدة ربنا كيمنع العقاب الدنيا كيمنع ذي العقاب اللخف. طيب سيدة ربنا قرص ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر. إيه مثل سيدنا يوسف عليه السلام اسمين يضرن العوام في اللاس للحس إني سنة غسيد ربي ضرن العوام في اللي ذي الحس إني سيد رب الخالق سبحانه وتعالى إني سيد أي يوسف كشيتي تضيفن كشيتي دينان كشيتي دينان ربي سجن أحب إلي مما يدعونني إليه إني كشيتي تضيفن خمسة من السجن لو كان يضرب العافية أبتكر العافية أين كان يثبت ذاك إنما ذاك ثو أخرى هي المذكة شمبار يحبس ولكن لم يضيب ذي حبس فكان دين ضيبه لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقرده مثلا الإمام الموردي رحمه الله إن القدر موكل بالمنطق وهو كد انتقصي وواليز ما دي ضروي ذي وين أديني ذي وغور كتسلع فتش ومسلاي هذه ضروري يديك وين هذه فرند قبيك وين هذه نير إيش إن دشو متقرض أي عبدي مؤمن أرقف إرسي حفظ أفي إرسي دوين هذه فرند هذه فرند ضيف العافية لسيد ربي الخالق سبحانه وتعالى. إنيس العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم إنيس رسول الله صحفظياً ذا شو يسأل دعوها سيدي ربي إنيس يا عباس سأل الله العافية إنيس يا عباس ضرب سيدي ربي العافية يقدموا شبيحنا في صلى الله عليه وسلم ولاش تشدي فيك سيدي ربي ويني لهان إيه عبديس أكثر العافية ماذا قال لي فيك يا سيدي الله أكبر. إذن سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى أي صار جون الدعاء بنادم بمين هل يدعوها الورس إذ وقال ربكم ادعوني استجيب لكم إذ قال سيدي ربي قبيس أدي قال سيدي ربي ادعوثي إذ الكنين أذوني نرى سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى يسعى الرحمن غفي عبديس أخت
احفظ كلمتنا الأخميس اقرب إن الله أرحم على عبده من المرأة على ولدها. أي مثل من العبد يضرران، العبد ينضرران، العبد يكتفل هبذ الغم إلا ربي مش واحد كيف نظر لدى ذعار شيء ربي شيء ربي ذا يقضي وذعار شوي النظر ذعوس النجاة ذعوس سوين الهان سو الخير ذعوس العافية أروين أروين دي خلق الخلق مرة ولش نشي مو يجمي لنا كم مثلا علي تنطاوي يون القاضي يخل من دي مورد الشام أم هذه قار العالمين يند يخدم ذي القاضي ذي مورد الشام وينواس وسمى ربهم يعرضيه يعرضيه إذا من شغل يبدو كانيش يعرضيه ديون يون دي يبدو كانيش يعرضيه ذي المرأة روح نغارو خميس دوكين غارو خميس أم بعد ذي مثلا ينادي من قيمة كذا قرنا ينادي ذاقي خاطري خزر كان سيد ربي سبحانه وتعالى ميز ميد فغا قال يخدم كلام إذن تسيد يخلق السبب ماشي الحاجة بوار الفلاس مسبب الأسباب سيد ربي إنك ذاق الخطر ودخل إن الناس يوم دكيو يمكن موز من خاذ قيم غض روحه إن الدنيا حاشا روحه وصرح برام أن كبير السجيغ أرون دولة قينا يعضى غيب ونصر حرام إن الضيام إن الدنيا غس أقيام تخلق رشويت أدف غير برام أتسلح رشويت الأكسجين ذي برام إن الدنيا ما عيش أفغض إن الضيام ويشق يعني واحد يقبرين إن ديحو واحد إن درم يشريخ الصوت يوثنطوث غاب فيه سي غسل الذعو إن تقيفة غروس أرمق ذا غروس يمدني غس ذا شكل يغنى وحمام إن تنيم الجزيو الطاغين ذا المجرم ذا الظالم يشوف غيد كخام فرطيت بلغة من الدسك وكل انتظار الظلام أقيف غطورة مساعرة دلالة إن الدنيا غسل شيء مثل في الظالة القضية نبقى القاضي أشكي بغى القاضي ثم أظن فقد غرص ثم نيسا واقية وصغروا ما ذهد دركا إذن كيني يكزمر أنا ذو ظغى القاضي ما ذهد ويا إن علي الطنطاوي إن ألني ولا سألت سولو غيت ذي الطيام إينا تسولو غز من راد تفغيمانيم إينا دني راس سفاميد لشون الدعاء إذ عيد راسي ربي غرم يمدي الصوت القاضي غرور إذن كايد القاضي قاي الصوت يد غرور لشون الدعاء إذ عيد وقيم ذا الرحمن الرحيم الحي الذي لا يموت ذي الحي ينسل سفره أكل قويني ضروران أكل قويني للمهموم أكل قويني للمغموم أكل قويني اتفدوني أكل قويني أرن الجاروضان أكل قويني تصدري من تسوى ذلاغي الله ربي وركا تصدري من كان فيش وركا تحليل لي بياش وتوسيك وركا تصدري الفوض إليك ذي العبد يتصدري من وتسيلا لذي العبد الظالم أرفي فسلي كرسي ربي إذن تيك نصرم إذن تيك تكسل الهم إذن تيك تفرج الله أكبر كان يجب مثلا سبحان الله ايه مثلا ثم حد يثنطوث سيدنا داود عليه السلام ثم ضغى ورس ثنيس يا نبي الله ثنيس صديمة ذاش قدران يذم ثنيس نكينيا زطا القماش خدمها القماش تولد دار السوق زنوزو ياف تولد ذا ورمي ورمي ثنيس قويغد القماش خدمها ساصب دي السوق باش هذا دي نز المغدا كطير تير اخما كايقويت المكتوب فيه يقريت إنيس وكيد يفغي ربي وكيد وكيد يفغي ربي إنيس دي يفغي ربي إنيس وعثنا خي صفينا إنيس لا لا يا أمة الله سيد ربو رضا الملان سيد ربي سبحانه وتعالى رضا الميون يوم ذي الخلقش رضا الملا ولا يظلم ربك أحدا أي مثل فانتو اثنين اثهدار دي الجهة اذا يقش من دل عشرة من دل التجار دي بحا ابضند غرورس سيدنا داود سلمت في الناس الناس نكونين ذي عشرة يذنا اكلين دو كل جوتس فينا ايناس نبضند اليون وكان ايناس كش من دل كش من اغوى مانا ذخي نسفينا كرانو ثم كرانو قرعنا نيمو تكش من اغوى ذخي ونزميرانا
هكذا الغرق ما تشعر دمان الغرق أنا مثل مرام نفذك في السنة فعلي ذا سيد ربي أن سيد ربي ماذا قلت الجيرار ماذا قلت الجيرار أن ربي إن كل يوم دينار دي في كمية دينار سفي ألف دينار أتنسدوكين تنفك الفقراء تنفك الفقراء للمساكين إنيس مازال دنفك من ذعون ساسكني في السنة فيا يوم تير يروح دقفايا أرنيس أرنيك في الوثنين إنه القرد القماش القماش ألف السنة إنيس البولي ما كان يغيب كشي من أكل وما نحسن خلاص وإن جاي أخسيد يا ربي إنيس نكون يوم أثنى نقود ألف دينار كل يوم سمية دينار دي عشرة يدنا سمية ألف دينار إنيس أثنى صدقي ثد اتفتت سيدنا داود عليه السلام ويموقعي غير ثنتو ثنين إنيس يا أمة الله إنيس سيدي ربي غيم التجرم دي الفر التجرم دي بحارة استهمت بالنظ الظالم يقول لا أتين ولف دينار في كيف تيد لا إله إلا الله محمد رسول الله وين يرجع ربي وصعب رد شرفيان إيش ميكس ما غيماني الرحمن الرحيم ما يكسك كرام يكسك باش هذاك ديفك ماذا قلنا يسحزنيك يسحزنيك باش هذاك يسفرح ماذا قلنا يسروك يسروك باش هذاك يدسلس ماذا قلنا يفياك يد باش هذاك يسعد اسعوا اليقين اسعوا الايمان اسعوا اليقين سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى يسعنا الرحمة في الله أكثر إتي ما تغف ميش بلي من بعد الصبر على الصبر سيد ربي ألي فرج في الله وذاك هي أتسو الترزق التقرح اللي تساعد ذاك سبحان الله سيد ربي الرحمن الرحيم قد رسول صلى الله عليه وسلم إن الله أرحم على عبده من المرأة على ولدها سيد ربي سعى الرحمن في عبده أكثر وقت تسعى فيه ماتش غفميس أخسرتي أي مثلا تي ماس فيه أخسر كيد بين الميس باش تسمنع ذي الفيضانات تسمع غاس نسد داخل الجوامان اللي يبغون يضروا ينسى يبغون أسمش نسد ولكن نسى هذه منع ما قيدت سيد ربي سعر رحمة أفي عبديس أكثر تي ماس غفميس أكام يتمثل في كيف اسمه إيمان إسر الرحمن الرحيم أرجع يا ربي من المؤمنين حق الإيمان أرجع يا ربي من الذين استمعون القول فيتبعون أحسنها أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أرجع يا ربي إذا كمك صدق سيد ربي ويوم سن إذا كتشكل نفسي ربي سبحانه وتعالى الحي الذي لا يموت اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.